تنظيف الحنفيات من الكلس والصدى والاصفرار. خليكي معايا وهتشوفي ازاي هتقدري في اقل من دقيقة تنظفي الحنفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم معانا في قناة بيتي بيت. شايفين الاجزاء المجيرة والمصفرة دي؟ بلمح البصر في ثواني هنشيل كل الاصفرار. جربيها وان شاء الله مش هتندمي. المكونين اللي هيكونوا معانا النهاردة وهتشوفي منهم نتيجة بجد ما شفتيهاش قبل كده حتى بالمنظفات اللي احنا بنشتريها من بره، لان انا جربت اكتر من وصفة. يعني انا جربت البيكربونات الصوديوم برضو كانت ممتازة، بس ما لقيتش انضف ولا احلى من الوصفة دي. هنجيب ربع كوباية خل ومعلقتين بيكنج باودر وهتبقى الخلطة دي جاهزة معانا. الجميل في الخلطة دي ان الحنفية لما بتنضفيها بالخلطة بتقعد كذا يوم بتلمع، مش مضطرة ان انت تنضفيها كل يوم. وممكن كمان بنفس الخلطة ننضف بيها الحوض والسيراميك اللي حوالين الحنفية وفواصل السيراميك والحوض. الاول هنجيب فرشة علشان الفواصل اللي في الحنفية والاماكن اللي بيبقى الوصول ليها صعب. بالفرشة هنعدي على كل الحنفية بحيث ان احنا نضمن ان الخلطة وصلت لكل مكان. بعد ما عديت على الحنفية كلها بمسك السلكة وبعدي على الحنفية او المكان اللي انا عايزة انضفه. وشايفين حتى حنفية الفلتر برضو اللي هي مش استلس اصلا، هي بلاستيك، وبرضو نضفت جدا بالخلطة دي. الخلطة دي جميلة عن تجربة، وانا جربت اكتر من خلطة زي خلطة بيكربونات الصوديوم وملح الليمون، كلهم عطوني نتائج كويسة، لكن الخلطة دي كانت افضل نتيجة بصراحة. واللي عجبني في الموضوع ان هي بتقعد فترة طويلة الحنفية نظيفة وبتدي لمعان كأن الحنفية جديدة فعلا. وادي الحنفية اهي، شايفين شكلها نور ازاي؟ نورت كأنك مشتريها النهاردة. بصراحة النتيجة مرضية جدا بالنسبة لي وعجبتني جدا، فياريت تجربوها وياريت الوصفة تعجبكم. ويستنونا كمان في وصفة جديدة ان شاء الله، لما ننضف بنفس الوصفة دي هننضف بيها الحوامل بتاعت البوتاجاز. فياريت الوصفة تكون عجبتكم وياريت تستفيدوا بيها. لو الفيديو عجبك او استفدت بيه ياريت ما تنسيش الاشتراك في القناة وتضغطي لايك وكومنت محفز. ولو عندكم اي اسئلة عن اي وصفات اكتبوا لنا في الكومنتات وان شاء الله نقدر نفيدكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.